طبعا بيدربهم المدرب باسيرو كاندي. لو جبنا نستعرض برضو التشكيل بتاعهم، هم اللغة بتاعتهم البرتغال، في فهتلاقي الأسابيع القادمة هنبقى نفصل بقى، مش كده؟ أوكي. هم اللغة بتاعتهم البرتغال، فهتلاقي عندهم 23 محترف في أوروبا، منهم 12 في الدوري البرتغالي واو. لغينيا بيساو. طبعا هات البورت. طبعا هو في حراسة المرمى عندهم جوناس مينديس في حراسة المرمى. نيجي للاثنين المساكين، دجالو واوبا، الاثنين دول مساكين. عندهم نانو الباك رايت، ده بيلعب في بورتو البرتغالي، قيمته التسويقيه 1.8 مليون. بالمناسبه محمد صلاح هو اغلى لاعب في البطوله، طب قيمته التسويقيه 90 مليون يورو، يليه ساديو ماني، يليه اشرف حكيمي، يليه ويلفريد نديدي. دول اغلى 4 لعيبه في البطوله. كاندي الباك ليفت برضه في الدوري البرتغالي، بيورا والفارو سيميدو الاثنين الارتكاز، كاسامه ده صانع العاب كويس جدا. اللعيب بقى اللي هيبقى مفاجاه غينيا بيساو في البطوله من وجهه نظري، ماما بالدي، ده بيلعب اول مره يعني هيشارك في بطوله كاس الامم، بجناح طروال فرنسي، لعيب كويس جدا الجناح اليمين اللي هو اسمه ماما بالدي، قيمته التسويقيه 4.5 مليون يورو، ده اغلى لعيب في فرقه غينيا بيساو. الجناح الشمال بتاعهم جورجينيو، وقدام طبعا فريدريك ميندي المهاجم بتاع غينيا. يمكن غينيا ما عندهمش مشاركات افريقيه كتير عكس نيجيريا، غينيا تاريخها طبعا كله مشاركتين بس، يعني هم مشاركتين 2012 و2015، ووصلوا نص نهائي في 2015 في المشاركه الثانيه ليهم، عكس نيجيريا. نيجيريا انا بسميها اللي هي نيجيريا عاشقه المركز الثالث في كاس الامم. بالمناسبه يعني نيجيريا مثلا وصلت نص نهائي، نيجيريا وصلت نص نهائي 15 مره في بطوله كاس الامم. زي مصر، اكتر فرقتين اكتر دولتين وصلوا لنص النهائي نيجيريا ومصر، بس نيجيريا من ال 15 مره خدت اللقب 3 مرات بس. اوكي. كم مره بقى المركز الثالث؟ 8 مرات. 8 مرات لنيجيريا المركز الثالث واربعه المركز الثاني. مين اقوى، نيجيريا ولا غينيا؟ نيجيريا طبعا. نيجيريا اقوى من غينيا على الرغم من هنا 23 محترف. بس غينيا يعني غينيا اولا مشاكل دفاعيه كتير، الاثنين المساكين واحد فيهم ما بيلعبش في نادي، واحد في البرتغال، مشاكل دفاعيه كتيره جدا. طيب يعني لا نيجيريا طبعا اخيرا اقوى بكتير. منتخب مصر قادر على